الطفل العربي، حلم كبير واقع أليم. في هذه السلسلة سوف نتحدث عن الانتهاكات التي يعانون منها الأطفال وما يعانون جراء الحروب والأزمات، وخصوصا في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أكبر انتهاك للطفولة في اليمن. ماذا يعني تجنيد الأطفال؟ الاستغلال العسكري للأطفال، وهو يأتي كما يلي: 1- استخدام الأطفال كدروع بشرية. 2- استخدامهم لجلب التعاطف العام، بحيث إذا قتلوا يقولوا أن الطرف الآخر يقتل الأطفال. 3- استخدامهم بأدوار مساندة مثل حمالين أو مراقبين نقاط أو حتى جواسيس. 4- استخدامهم بالأعمال القتالية بشكل مباشر.